صراحة مغامرة، وبعد المغامرة أجواء مخيفة. الهواء عبد الله، ها الهواء؟ الهواء هنا عجيب. الهواء طبعا التكوين هنا قلت لكم يختلف نهائيا عن بقية الكهوف، من يعني أحيانا من ناحية الأكسجين، الأكسجين بحيث يدخل الأكسجين هواء بارد يدخل من هالممرات الضيقة ويخرج أيضا، يعني هما في الترتيب عجيب جاي يدوخ بهذا النحت. يعني هذا الإنسان القديم كان عايش بهاي المنطقة أو بهذا المكان بالضبط، شلون قدر ينحت هاي كل هاي الصخور الكبيرة شلون؟ بالإضافة يعني أشياء متداخلة بشي بشي، يعني هسه أنا هذا كافي هنا هماتين، بس ظلمة كلش ظلمة. تعال شوفوها، راح أحاول أنا أفتح موبايلي ولا يبين شي، هاي ما بين مصح. قبل 9 أشهر تقريبا قررنا نروح الكهوف الطار الواقع في محافظة كربلاء على جهة السعودية، نوعا ما قريبة على خط عرعر أو طريق عرعر. نعم وصلنا الكهوف الطار رغم المعاناة اللي حصلت ويانا بذلك الوقت، معاناة كثيرة صادفت، وأهمها أنه هذا المكان ممنوع الدخول إليه وممنوع الوصول إليه. شنو السبب؟ أولا الكهوف قديمة متروكة، ثانيا الأحداث الأخيرة اللي صارت بالعراق يعني كانت نوعا ما في هذا المكان، فقررنا لازم نوصل ولازم نغامر ولازم ندخل هذا المكان على مود نصور لكم ونشوفكم أسرار هذه الكهوف. نعم بالتأكيد بعد ما حصلت الموافقات مع الجهات المعنية قررنا الدخول، لكن على مسؤوليتنا احنا. شنو يصير؟ على مسؤوليتنا ووافقنا احنا ودخلنا للكهف. وصلنا للكهف تقريبا كان التركيب الخارجي للكهف فتشي روعة والله، وبقينا متحيرين به، هالإنسان القديم قبل شنو كان يسوي هنا؟ هاي منطقة صحراوية، منين ياكل؟ منين يشرب؟ شلون يقضون يومهم؟ بس تبين انه هالمنطقة الصحراوية كانت قرية بذلك الوقت. وصلنا إلى طبعا قبل 1300 سنة قبل الميلاد. هاي الكهوف كانت يعني عبارة عن قرى. القرى موزعة، مثلا هاي الجهة قرية فلان، هاي الجهة قرية فلان، هاي الجهة قرية فلان، لأنه بذاك الوقت كانوا يبنون على شكل مرتفع. شنو الفائدة منها؟ وليش يبنون على شكل مرتفع؟ زين، احنا اللي عرفناه بأنه اكو قبور داخل الكهوف. راح ندخل للكهف الثاني ونبحث عن القبور ونحاول نحصل قبور. بس التحذيرات اللي حصلنا عليها بأنه قالوا هاي الكهوف أغلبها مسكونة ولا حد يدخل لها، بس احنا شو نسوي؟ نحب المغامرة ودائما نغامر، وراح ندخل للكهف الثاني، وهذا الكهف الثاني بيه قبر مسكون ما اعرف. فأني كان عندي فضول لازم أدخل للكهف ووصل للداخل. أكيد بعد مرور وقت قصير وصلنا ودخلنا للداخل. طبعاً ما راح أسولفكم الأجواء شلون كانت يعني بهذا المكان، مكان يعني متروك، مكان قديم وبصحراء وما تعرف شنو اللي بداخله، شنو بداخل هذا الكهف؟ كهف إنسان قديم كان هنا، أوكي شنو اللي بداخله؟ جزء يعني صادفك حيوان على سبيل المثال، يعني مكان الكرة الأرضية كلها مو بس هاي المنطقة، هو هذا المكان. ارتفاعه حدود 40 متر احنا صاعدين هسه فوق سطح الارض. المناطق المجاوره هي كلها صحراء، يعني انسان قديم بس يفتهم، يعني يفتهم شغله واحده انه الانسان القديم ايش كان يسوي هنا؟ الجبله هنا يفتهم الجبله هنا. زين خلينا نقول اجى منين ياكل اذا هاي صحراء قاحله؟ شلون عايش؟ منين يجيب مي؟ شلون يشرب؟ شلون يتكاثر؟ شلون يرتاح؟ زين عملية الحفر هناك قد طولت، الأدوات اللي يحفر بيها شنو؟ قبل 1300 سنة قبل الميلاد، وإحنا هسه حاليا بهذا زمن وإحنا ب 2022، يعني إذا صخرة هالقدات ما ينحفرها. وهاي الصخور العملاقة الكبيرة اللي مسوي بها نفق ومسوي بها كهف،
على قد الجبل، نبدي من هناك وننتهي لحد هذه اللحظه. زين، ناهيك من هاي كلام، شفنا الكهف وتركيبه وشون قدر يحفر بيها. هسه راح ننتقل للمكان الثاني. Let's go. هواي خروقات هنا بهذا المكان، هواي تحذيرات أمنية بهذا المكان، لذلك هسه الدخول لهذا المكان جدا صعب. موافقات أمنية، تصريحات، كذلك يعني موافقات أمنية، لازم تحصل على الموافقات الأمنية يلا تدخل لهذا المكان. الدخول والخروج هو على مسؤوليتك أنت، إذا أنت تتحمل المسؤولية تدخل أوكي ادخل، ما تحمل المسؤولية ما تدخل. بالإضافة لأنه هذا المكان جدا كبير، جدا واسع، صحراء قاحلة، يعني مكان عجيب غريب. حاليا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسون اللايك والتعليق والاشتراك بالقناة ومشاركة الرابط مع الاهل والاصدقاء والاقارب. على هذا التعب وعلى هذا الجهد اللي ما يسوي لايك وتعليق واشتراك، اهلا وسهلا.